بكم جميعا أستاذنا الفاضل الأستاذ إسماعيل محي الدين على كلمته الشاملة ونصائحه القيمة. ورغم أنه شاب لكنه ما زال بروح الشباب، ورحم الله والده على ما فعله من أجل أن ينبت هذه الثمرات الطيبة، فجميعهم أهل العلم وأهل مكانة ودعوة، وبارك الله فيه وفيكم جميعا. حضورنا الأكارم منذ تأسيسها كجامعة رائدة التخصصات والاهتمامات الأكاديمية والبحثية، هدفت إلى رفض المجتمع بخريجين متريسين قادرين على تلبية حاجات المجتمع والإسهام في تطويره ورفاهيته، من خلال قيامها بتوفير آليات تعليمية وتعلمية عالية الجودة ومعتمدة من وزارة التربية والتعليم، لتكون منارة علمية وأكاديمية رائدة تقدم خدماتها الجامعية للشباب الفلسطيني بالمساهمة في تطوير المجتمع علميا ومهنيا. فنالت من خلال تميزها على مكانة قديرة داخل المجتمع الفلسطيني، وبعد سنوات قليلة من تأسيسها حرصت الجامعة على التمدد الجغرافي لتقدم خدماتها المختلفة لأبناء شعبنا، حيث سيتم قريبا افتتاح فرع الجنوب للجامعة بمحافظة خان يونس، بالإضافة لتواصلها مع شرائح المجتمع كافة ورعايتها لاحتفالنا. هذا خير دليل على ذلك، إنها جامعة غزة، جامعة كل فلسطيني. الكلمة الآن لجامعة غزة يلقيها بالنيابة عنهم رئيس الجامعة أستاذنا ودكتورنا الفاضل الدكتور عبد الجليل صرصور، فليتفضل على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله دوما والثناء عليه لا ينقطع. وبعد، الشيخ طارق الأصل رئيس رابطة علماء فلسطين، السيد المهندس يحيى الأصل رئيس بلدية خان يونس، السيد الأستاذ إسماعيل الأصل رئيس بلدية القنارة، الأكاديميون والمثقفون في عائلة الأصل الكرام، اتحاد شباب عائلة الأصل الأشاوس، أولياء الأمور الأفاضل الناجحون والناجحات في عائلة الأصل فوج الأقصى، الضيوف الكرام من عائلات خان يونس ورفح وقطاع غزة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي سروري حقا أن أتقدم اليوم باسمي وبالنيابة عن أسرة جامعة غزة، هذه الجامعة الفتية رائدة الانفتاح الفكري والتكنولوجي والحضاري والاجتماعي، إلى عائلة الأصل بكل الشكر والتقدير لدعوتي بحضور هذه الاحتفالية الكريمة التي تقيمها بالتعاون مع جامعة غزة. كما أنه لمن دواعي فخرنا واعتزازنا في جامعة غزة أن نهنئ الناجحين والناجحات بنجاحهم الذي استدعى هذه الاحتفالية الكبيرة، وأنهم ليستحقونها حقا وصدقا. ونظرا لأدائهم العلمي المائز الذي استحقوا به درجة التفوق والنجاح، الإخوة والأخوات الأكارم، إنني أقف اليوم أمامكم في هذا اللقاء الأسري، في هذا اللقاء الاجتماعي الذي يعد بحق علامة مميزة على درب التلاحم والتآخي والاندماج بين الجامعة والمجتمع. فها هو الاندماج بين جامعة غزة وعائلة الأصل الكريمة، بل وبالمجتمع بشرائحه المتنوعة. واسمحوا لي أن أتجرأ وأطلب أن تعقد لقاءات مبرمجة بين الجامعات والمدارس، وبين الجامعات ومؤسسات المجتمع المحلي، وبين الجامعات والعائلات، حتى نفكر
نفكر سويا في همومنا وفي آليات الخروج من هذه المآزق والعقبات التي تعترض سبيلنا. الحضور الكريم، لا أنسى أن أشيد بدور المعلم الرئيس في العملية التعليمية والتربوية، إذ لولاه لم يكن هناك أي عمل تعليمي أو تربوي. فهو المعلم والمربي والمرشد والموجه والمنفذ والمتابع لهذه العملية. ولذا كان على المعلم أن يقوم بدوره على الوجه المناسب والأكمل، وإلا فشلت العملية التعليمية والتربوية إذا لم يؤدي هذا الدور بالطريقة الملائمة. أولياء الأمور الأماثل، هنيئا لكم لأنهم أبناؤكم، وهنيئا لهم لأنهم نجحوا وتفوقوا، وها هم اليوم سيبدأون مرحلة جديدة من مراحل الحياة العلمية. وهنيئا لعائلة الأصل نجاحها. نجحت عائلة الأصل في أن تجمعنا بكم اليوم، وهذا هو أشد الفرح. نجحت عائلة الأصل في أنها ستخرج للجامعات نخبة من المتفوقين والمتفوقات من أبنائها. أولياء الأمور الكرام، الحضور الأكارم، إن لأبنائكم فضل التميز والنجاح، وإن لأسرة الأصل بل للعائلة الأصل فضل الهداية إلى طريق هذا النجاح والتميز. لقد أدى أبناؤكم فضل واجبهم في التحصيل فنجحوا وتفوقوا، وأدت الأسرة واجبها في بث روح الأمل فيهم وفي الوطن القادم من بين ثنايا المستحيل. لقد أدت عائلة الأصل دورها إيمانا منها بأن أبناءهم من سيشاركون في قيادة رحلة هذا الوطن في الطريق الشاق والطويل نحو الحرية والاستقلال. ولا يليق ببناة المستقبل إلا أن يكونوا علماء عاملين، كما كان آباؤهم وأجدادهم العظماء ذات يوم ليس ببعيد. أيها الحفل الكريم، إنه لشرف عظيم لي ولأسرة جامعة غزة أن أقف أمامكم ومعكم لأزف أجمل التهاني والتبريكات لمن تفوق، لمن نجح من طلبة الثانوية العامة في عائلة الأصل، وأتمنى للآخرين أن ينجحوا. أشكركم جميعا وأفخر بكم كما وأفخر بعائلة الأصل الكريمة، بالمعلمين والمعلمات جميعا، فلولا جهودهم لما كان لنا أن نحتفل اليوم بكل هذا العدد من الناجحين والناجحات الذين سيساهمون معنا في زرع القيم الرفيعة والمثل العليا في نفوس أبناء شعبنا. الحضور الكرام، لا يخفى على أحد منا أن الحياة في غزة تعاني من العقبات والتحديات التي يمر بها أبناء شعبنا الفلسطيني، فعلينا أن نبحث جادين عن سبل الخلاص من هذه العقبات والتحديات وفق الواقع المعيش ووفق مرضيات العصر وبما يتفق والمعايير الدولية واحتياجات المجتمع الفلسطيني بما يساهم في خروجه من الحصار الجسدي والفكري. الحضور الكريم، عندما أقف بينكم أشعر بعرق الماضي وأشهد عظمة الحاضر وأتطلع إلى رحابة المستقبل، لأنني ألتقي بنخبة مميزة من أبناء فلسطين، من أبناء خان يونس، وأخص بالذكر من أبناء عائلة الأصل. هؤلاء الغيورين على فلسطين والطامحين لتحريرها واستقرارها، فعلينا جميعا أن نرسي الدعائم والمرتكزات الأساسية التي تخرج شعبنا، تخرج غزة من حصارها، من انقسامها، من تشردمها، من تكتلها. وهذا يفرض علينا أن نسعى جاهدين لتثبيت هويتنا الفلسطينية وتجذرنا بأرضنا وتمسكنا بأقصانا. وللناجحين والناجحات أقول، بكم ومعكم سنمضي من أجل تحرير فلسطين، بكم ومعكم سوف يشرق صباح جديد على أسرانا البواسل.
بكم ومعكم سوف نقيم دولة فلسطين العربية الحرة الديمقراطية المتحضرة. بكم ومعكم سوف نستعيد المسرى والمعراج والقيامة والمهد. بكم ومعكم سيستمر ارتفاع نداء الآذان في مساجدنا في أقصانا. بكم ومعكم سيستمر ارتفاع دقات الأجراس في كنائسنا كما كان دوما. وقبل أن أنهي كلمتي أقدم لكم جميعا دعوة مفتوحة لزيارة جامعة غزة بفروعها الثلاثة، وأخص بالذكر فرع الجنوب خان يونس. والجامعة كما تحدث عريف الحفل جامعة معتمدة من غزة ومن رام الله، واحدة من المنارات العلمية الفلسطينية الفتية، أخذت على عاتقها أن تساهم في الارتقاء بالإنسان الفلسطيني علما وفكرا وعملا، ليقف شامخا متعلما منتجا، كما تسعى جامعة غزة لأن تكون جامعة عصرية تتواكب مع المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية. وتمشيا مع الأحوال الاقتصادية الصعبة في غزة، أخذت جامعة غزة على عاتقها أن تعطي منحا على النحو التالي للحاصلين على 90% منحة 100%، ولمن يسجل في درجة البكالوريوس إعفاء 50%، ولمن يسجل في درجة الدبلوم 25%، وهناك منح أخرى لمن يتردد على الجامعة سيعرفها. والسلام عليكم ورحمة الله جامعة غزة على هذه الكلمة الطيبة، وبارك الله فيه وفي جهود الجامعة ومن حضر معه ومن ساهموا معنا في رعاية وإنجاح هذا الاحتفال.